زيارة رئيس لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة بعد إعادة افتتاح مقر اللجنة قبل أيام دشنت لمرحلة جديدة في استكمال الاستعدادات لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي اتفق على عقدها في أيار مايو المقبل وفق ما جاء في اتفاق المصالحة. فتح المكاتب هو العملية الأولية ويلحق التسجيل في غزة، ويتدارس مجلس الوزراء في هذا الموضوع، ونأمل أنه غدا يتم حل جميع القضايا المتعلقة بعملية التسجيل للانتخابات في قطاع غزة. الأوضاع الراهنة في الضفة وغزة على الصعيدين الفلسطيني الداخلي والإسرائيلي تؤشر إلى صعوبة إجراء الانتخابات أيام فقط تفصلنا عن الموعد المحدد لإصدار الرئيس محمود عباس مرسوما بإجراء الانتخابات قبل موعدها بتسعين يوما، ما يعني أن الانتخابات لن ترى النور ما لم يتغير الوضع الراهن خلال أيام. اليوم كيف تقيم الفصائل الفلسطينية وحركة حماس والحكومة في غزة والحكومة في الضفة مع اللجنة المركزية للانتخابات إجراء انتخابات في موعدها، أم ماذا هذا يعود إلى التقييم النهائي في الفترة المحددة والمقرر إجراء انتخابات فيها؟ حركة حماس جاهزة كي تخوض هذه الانتخابات، ليس لدينا أي مشكلة، لا نخشى نتائج الانتخابات، لدينا طمأنة كبيرة من خلال ما قدمناه إلى المواطن الفلسطيني. أيضا نحن سنتعاون مع كل جهات الاختصاص حتى يتم إجراءها في الضفة وغزة وفي القدس المحتلة. أنا لا أعتقد أنه الانتخابات ستجرى في نفس الموعد، لأنه تأخرنا بعض الشيء، هناك التسجيل للانتخابات يحتاج إلى وقت في الضفة والقطاع، وبعد الانتهاء من التسجيل ستكون اللجنة إن شاء الله جاهزة لتنفيذ الانتخابات وتخبر الرئيس والرئيس يصدر المرسوم. المراقبون يشككون في نوايا الفصائل الفلسطينية لعقد الانتخابات رغم أنها تؤكد دوما استعدادها لتنظيمها وفق اتفاق المصالحة، بيد أن الأفعال والسلوكيات على أرض الواقع تخالف ذلك، خصوصا في ظل التباطؤ الكبير في تنفيذ ملفات المصالحة الفلسطينية. الأطراف نفسها هي التي ليس لديها النوايا الطيبة والإرادة الصادقة في عقد هذه الانتخابات، وبالذلك يتوجب على الرأي العام الفلسطيني أن يشكل الضاغط الأساسي على هذه الأطراف من أجل إلزامها بالمضي قدما في تنفيذ التوافقات بشأن العملية التفاوضية بما في ذلك العملية الانتخابية. بدون ذلك ستظل هذه الأطراف ومصالحها تتلاعب بالمصير الوطني الفلسطيني. المواقف السياسية للأطراف الفلسطينية تشير إلى أن السؤال المطروح لا يدور حول انعقاد الانتخابات من عدمها، السؤال الأهم هل ستعقد في موعدها في أيار المقبل وفق اتفاق المصالحة أم لا؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة. محمد الأسطل، تلفزيون القدس، غزة. القدس.com.